نبلش حلقتنا لليوم بالمقابلة يلي أجريناها مع الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة يلي دايما بتبدع بتجسيد الشخصيات يلي بيكون لها بصمة مميزة على الساحة الفنية. الله الله الله، شو هيدا؟ لك شو هيدا؟ لك يا هيك بيكون الإيدين يا بلا. فبداية قلنا يا بونيتا، لأي درجة بتحسي بتعب نفسي من كتر تجسيدك لهالشخصيات يلي عم نشوفها؟ لا ماني هالقد، انا غير كيس لانه ما عم بعمل مسلسل 7 أشهر وعم بجسد شخصيه معينه لاني اتعب وبدي اطلع منها. انا بتعب وقت احضر فيديوز في بعض المشاهير، لانه ما فيني اقول بس فنانين، يمكن يكون اعلامي او بلوجر او وات ايفر، يعني بابليك فيجر، في اشخاص بتتعبني نفسيا يعني. اما بالنسبه للشخصيات اللي بيتعبوها، فبرايكم هل كشفت لنا عن اسمائهم؟ اكيد ما فيني اسمي فابيان، بس في اشخاص يعني اللي بيضحكوا كثير، اللي بيصيروا يحكوا اشياء ما لها معنى، بس انه هن حاله موجوده بدي انقلها للعالم. بس بما انه شفنا بونيتا برمضان الماضي عم بتشارك بمسلسل زوج تحت الاقامه الجبريه، فاكيد سالناها هل شعرت انه الدراما هي ملعبها ولازم تبتعد عن التقليد؟ هلا انا كل الملاعب بحبهم، يعني بحب عالم التقديم، بس بيور دراما ما كثير بحب، عرفتي؟ بس الملعب كوميدي وببعض المواقف الدراميه مواقف بحبها. ما قصه ملعب، انتبهي يمكن بكره يجي دور بيور دراما، بس ما بدك تشوفي انا مع مين عم بلعب دراما، مين المخرج، مين الانتاج، كله بصير يغير لي رايي، ما بعرف. واكيد كان عندنا الحشيه نسال لبونيتا، هل معقوله في شي نجمه لجأت لخدمه البلوك من بعد ما شفتها كيف عم بتقلدها؟ ما حدا عمل لي بلوك، بس في مرات لما قلد شخصية بحبه يمكن مرة تانية اضطر على كلمة ما يحبه، بس مش انه ما بحبوني، عرفتي؟ ما بحبوا الشيء اللي صار، بكون مرقت مسج هني ما بدهم يتسلط عليه الضوء، بس هني مش عارفين انه العالم بتحكي اللي انا بحكيه، عرفتي؟ يعني ما انا بنقول كمان حكي العالم واللي انا بشوفه. في اشخاص ما بترحب بس لما يشوفوني بيحترموني. من خلال إطلالتها الأخيرة لبونيتا سعادة ببرنامج مع تمام، شفنا أنه هي عمدت لتقليد مريم نور يلي بدورها ما تقبلت الطريقة يلي اعتمدتها بونيتا، وهيدا الأمر ما استفز أبداً. مين جابك على البيت؟ مين جابك؟ الله اللي جابك، قوموا فلوا دخيلكم، صرتوا أشرار كمريم نور. إذا أنا تمام بلاقي ما قدر استفزني. لا ما استفزتني، انا علي اعمل شغلي، يعني الدور اللي انا فيه وبتمسح، يعني انا بعمل بلوك، عرفتي؟ ضلت ما بعرف شو كان عم بيصير، انا بعدني مكفيه بمريم نور، ضل لهن يقولوا لي خلص بقى. لا انا ما في شيء بيزعجني. وقلنا هلا هيك لنمزح مع شوي لبونيتا، فقلنا لها من خلال متابعتنا لصورك اللي بتنزليها على السوشيال ميديا، لاحظنا انه في احد المتابعين عمد للتعليق على بعض الصور خلال تواجدك بتركيا، فقال لك هيئتك معك كثير فريش ماني كرمال هيك عم بتسافري، فبرايكم هي شو قالت؟ اصلا قالوا ما دفعت التيكت باللبناني، عرفتي؟ قبل ما يوقفوا يساروا بدهم دولار. ليك العالم ما بعرف ليش بدها تشوف شيل بشي عينا ضيقة، عرفتي؟ اللي قادر يسافر، وأنا قلت مع تمام إنه أنا ماني معطرة، يعني عرفتي؟ وأنا عندي أهلي وراي كمان بيساندوني، والتيكت ما كان غالي، عن جد كان كتير ريزنبل باللبناني. وأصرت بونيتا تخبرنا عن الطريقة يلي رح تعتمدها لتكفي حياتها. أنا بدي أعيش التعاسة اللي موجودة ببارت من حياتي، بدي أعيشها برفاهية، اتركوني. وبنهاية حديثنا معها أكيد سألناها لبونيتا هل في أعمال جديدة عم تتحضر؟ لكن نحن بصدد تحضير وفي أفكار إن شاء الله يبصروا النور. لا في عم بشتغل على أشياء، أكيد أنا ما بقعد، بس أكيد في مرقنا بظروف بلبنان عملت لك بلوكاج، يعني عميتنا شوي وهدتنا شلتنا، بس الحياة بدها تكفي، أنا ما فيني ضلني قاعدة لأنطر، لا عم بحضر وما بعرف إذا بدي أقول لك شو هني، بس لا بوعود انه عطول في اشياء جديده عن جد.